مشاهدينا موجودين اليوم احنا معكم بنادي الريف الاردني، احد انديه الفروسيه الموجوده في الاردن، وهذا النادي بيختص بتعليم الفروسيه بكل اساليبها وبكل مهاراتها وباختصاصاتها. اليوم راح نكون معكم بهذا التقرير لنعرف اكثر عن تدريب الفروسيه واللي حابين كمان انهم يمارسوا هاي الرياضه، وكمان نعرف اكثر عن جمال الخيل والمسابقه اللي راح تصير في المملكه في الاسابيع القادمه. خليكم معنا بهذا التقرير. معنا السيد عبد الله عبد الحميد مدير نادي الريف الأردني للفروسية وكمان حكم دولي في مسابقة جمال الخيل الأصيلة. سيد عبد الله صباح الخير. صباح النور يا هلا، حياك الله. سيد عبد الله، تحكي لنا عن الشخص لما يبلش بتدريب الخيل أو بده يتدرب على الفروسية، تحكي لنا إيش أول المهارات اللي بيتم تدريبه عليها؟ سيدتي في البداية نرحب فيكم في نادي الريف الأردني للفروسية في جلعاد، وحقيقة كل الشكر للتلفزيون الأردني وللبرنامج المميز يوم جديد وللموضوع الرائع والمميز الذي يختص بالفروسية وهي رياضة النبلاء ورياضة العرب القدماء. مركز الريف الأردني للفروسية حقيقة هو مركز من أول النوادي الذي أنشئ خارج محافظة العاصمة ليكون في محافظة البلقاء بين أشجار الزاب والسنديان، وهذا المكان كما شاهدتها مكان الجميل. حقيقة هذه الفكرة أتت كي يكون انتشار وأيضا إرشاد الأطفال والمبتدئين لرياضة الفروسية، وأيضا أهالي الأطفال والفرسان بأن ينتبهوا لهذه الرياضة المباركة المفيدة للجسم والعقل معا. تدريب الطفل أو المبتدئ للفروسية أخت الهام هو بسيط جدا، يحتاج إلى أيضا إقبال من الفارس نفسه ومن الأهل، ومن أهمية هذه الرياضة من خلال إرسالهم إلى مثل هذه النوادي لتعلم رياضة الفروسية، وهي بسيطة جدا. يعني يستطيع أي إنسان، أي طفل، أي مبتدئ، حتى بغض النظر عن الأعمار من سن 6 سنوات حتى 100 سنة، العمر لا يؤثر في رياضة الفروسية. هنالك مدربين مختصين في نادي الريف الأردني للفروسية يستطيعون أن يتعاملوا مع المبتدئ من الصفر، لأنه هذا الجواد هو كائن حي يستطيع أن يشعر بخياله وبفارسه. لذلك على الفارس أن يتعلم أو يتدرب في البداية على كيفية التعامل مع الجواد من داخل البوكس قبل أن يخرج خارج الميدان، ليبدأ المدرب بعملية إعطاء الدورات أو الدروس لركوب الخيل. أستاذ عبد الله، يعني نحكي عن هاي المهارة، هل ممكن بحاجة لوقت طويل ولا زيها زي بعض الرياضات ممكن فترة وجيزة بكون الشخص عارف كل المهارات؟ أكيد هي زيها زي باقي الرياضات، تحتاج إلى هواية وأيضا إرادة. الهواية مع الإرادة يساوي الإنجاز، فلذلك لا نريد كثير من الفارس، نريد فقط أن يتوجه إلى النوادي الفروسية وتكون لديه الرغبة، لأن الرغبة مهمة جدا. لكي تكون فارس يجب أن يكون لديك رغبة في امتطاء الجواد، من هناك تنطلق إلى الفروسية. فنبدأ يعني رحلة 1000 ميل تبدأ في الميل الواحد، فنبدأ معه، ونحن علينا دور كبير حقيقة في تدريب هذا الفارس وأيضا جعله يعشق هذه الرياضة من خلال التدريبات التي تعطى لهذا الفرس والدورات المكثفة في مجال الفروسية، ومن بداية الركوب إلى انطلاقاته حيثما هو يعشق ويريد، سواء يريد أن يستمر في قفز الحواجز أو في رياضات جمال الخيول العربية الأصيلة أو في القدرة والتحمل، كل هذا موجود في النادي ليبدأ التدريب فيه، ولدينا مدربون مختصون في هذا المجال. سيد عبد الله، نحكي عن مسابقة جمال الخيل الأصيلة، إيش الأساسيات اللي بتتطلبها أو تختاروا فيها الخيل حتى تدخل هاي المسابقة، وعلى أي أساس بيتم اختيار الخيل الأجمل؟ سؤال جميل جدا. نحن لنا الشرف حقيقة في الأردن بأن نكون أول من نظم بطولات الشرق الأوسط من عام 1991، وقيمت هذه البطولة بداية وهي مستمرة لغاية هذا اليوم على مدار كل عام، وهي تسمى من أفضل العروض أو تصنف بالتايتل شو من أعلى تصنيف العروض في العالم، وهي بطولة الشرق الأوسط، وتقام في الإسطبلات الملكية برعاية كريمة صاحب سمو الملك الأمير عادل بنت الحسين حفظه الله. كتحكيم نأخذ بعين الاعتبار 5 نقاط رئيسية للجواد العربي الأصيل، وهي الهوية العربية، وهي أهم ما يميز الجواد العربي الأصيل، ثم الرأس والرقبة، الجسم وخط الظهر، القوائم، وأخيرا الحركة. لكل ميزة من هذه الميزات 20 علامة، والعلامة تكون 100.